يا ترى مين هينورنا الأول؟ ربنا ينور لكم طريقكم. قصي ما تف... لا في واحدة بعد ما حطيتها، انتبه ورا. ايه ركزوا يا جماعة، عايزين فرح بلدي ما حصلش، فرح مصري وسوري ولبناني. قصي ايه؟ بشويش بشويش. لا والجمهور عم بشجع، كلكم معزومين على العرس اليوم، كلكم معزومين على الفرح. هن كثير قريبين من بعض. قصي ما تنساش تعدي وحده. اه ارجع لها. حلو اوكي. يا ليلة العيد زي زينة رمضان، زينة العيد. اوه قصي عنده تكنيك غريبة، بيسيب أربعة وبينور الخمسة. اوه كم مرحبا يا حبايب يا حبايب مرحبا. يلا واحد في خمس نمط عند السقة، وتقريبا تقريبا ست تقريبا خمسة عند قصي. حلوة اللعبة دي. يلا قصي ولا السقة؟ قصي. هما ثلاثة ماشيين زي بعض، ماشيين زي بعض. هوبا لحظة لحظة. مبروك قصي، وفرق لمبة واحدة، وبتاخد النقطة بأول تحدي من أغلى مستقبل. ثانك يو. عن جد منورة فيكم يا جماعة. حنشوف السكور على الشاشة مع الجمهور. قصي خولي نقطة، أحمد ولا شيء لهلا. قصي بالأفراح الشعبي شو بتغنوا بسوريا؟ على حسب المناطق. الزفة الزفة. بالشام في شيء حلو كثير أنا ما كثير حافظه، بس بيقولوا صلوا على مكحول العين، على عين وغدير عادلة. يا صلاتك يا محمد. سقة طبعا، يعني ما فيش فرح ما بيتلعب فيه اغنية مصري بكل له طعم. انا بحب نزل السلالم، انت شو بتحب؟ الزفة نفسها. اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وحنبتدي الليلة. دي عرسنا الزين، عروس العين، عروسة حلوة، عروسة جميلة. حلو. مبروك مبروك. ألفين مبروك. الفرح فرحنا والعرسين كلهم عنا الليلة.